السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. How are you, my best student? My name is أستاذة إناس عوضة. Today we talk and learn in our lecture about cell division and cell cycle in new course cytogenetic and molecular technique. هنتكلم عن cell division والcell cycle، كيف أشوف كيف بتنقسم الخلية وكيف دورة حياة الخلية. Okay. السايكل بتاعتها كيف والديفيجن بتاعها كيف. اوكي طيب نبدا السيل سايكل، كيف بتكون السايكل بتاعت الخليه. 5 فيسز اوف ذا سيل سايكل، عندنا 5 مراحل للسايكل بتاعت الخليه. طيب اول حاجه عندنا الجي 1 والاس والجي 2 والام والسي. الجي 1 اللي هو البرايمري جروس فيس، بقول عليه مرحلة النمو الأولية، ده جي 1. والاس سينسيسيس دي ان اي ريبليكيت، دي المرحلة بتاعت انه كيف يحصل ريبليكيشن، يتكرر الحمض النووي. طيب والجي 2 سكندري جروس فيس اللي هي مرحلة النمو الثانوية. والام هو الميتوزيس الانقسام، والسي هو سايتو كاينيزيس، هو شنو الحركة بتاعت الخلية لما تنقسم. اوكي طيب عندنا هنا الجي 1 والاس والجي 2، دي كلها collectively these three stages are called interphase. يعني نغير الفهم بتاعنا انه الجي 1 والاس والجي 2 دي كلها بقول عليها interphase، والام هو الميتوزيس والسي هي سايتوكاينيزيس. دي كده الخمسة الفايف فيسز اوف ذا سيل سايكل، عندنا هي ثلاثة اللي هي انترافيس وميتوزيس وسايتوكاينيزيس. الانترافيس دي بتحتوي على ثلاثة مراحل، الجي 1 والاس والجي 2. الجي 1 هو البرايمري جروس فيس، والاس هو السينثيسيس الدي ان اي ريبليكيشن، يحصل استنساخ للدي ان اي، والجي 2 هو السكندري جروس فيس. اوكي دي كلها بقول عليها انترافيس. بعدين هو الام الميتوزيس والسي سايتوكاينيزيس. تمام يا شباب، نعرف كلنا كده الفايف فيسز اوف ذا سيل سايكل. طيب نجي نشوف هنا سكتش كده عن السيل سايكل زي رسمه. اول حاجه البالونه الرمادي دي كلها الجي 1 والاس والجي 2، دي بقول عليها شنو؟ انترافيس. والبالون البنفسجي الفاتح دي بقول عليها الميتوزيس. الميتوزيس ده فيه 4 اطوار، البروفيس والميتافيس والانافيس والتيلوفيس. تمام يا شباب، نحن كل مره بنزيد في معلومات زياده. اول حاجه عرفنا الانترافيس هي ثلاثة مراحل، الجي 1 والاس والجي 2. وجينا المرحله الثانيه قلنا عليها اسمها الام ميتوزيس، ودي تحتوي على 4 اشياء اللي هي شنو؟ 4 فيسز اللي هي البروفيس والميتافيس والانافيس والتيلوفيس. واخر حاجة البالون البنفسجي الغامق اللي شكل سهم دي بقول عليها سيدي، دي شنو؟ السيتوكاينيزيس. وقعت يا شباب المعلومة كويس؟ طيب نجي نتكلم عن كل واحدة بالتفاصيل بتاعتها. طيب نجي نشوف كل واحدة بالتفاصيل بتاعتها. نجي نشوف الانترافيس اللي هو شنو؟ الجي 1 ستيج. اول حاجة بيحصل فيه شنو؟ الانترافيس بيحصل فيه أول حاجة first growth stage after cell division، دي أول حاجة. المرحلة الأولية بتكون دايما هي بعد شنو؟ بعد انقسام الخلية. دايما بيحصل stage 1 ده اللي هو شنو؟ الجي 1 stage. first growth stage هو أول أول النمو الأولي، بقول عليه شنو؟ وبيجي بعد بيتين بعد cell division. cell mature by making more cytoplasm and organelles. هنا بيحصل بيكون هي الخلية أصلا حصلها maturation بشنو؟ بينها بتنتج more cytoplasm و more organelles، كل العضيات المحتاجها الخلية. cell carried on it is a normal metabolic activity، وهي بتحمل كل النورمال metabolic activity، كل النشاطات والاستغلالات بتاعت شنو؟ النورمال cell. وقعت يا شباب دي كده بقول عليها شنو؟ الانترافيس اللي هو شنو؟ الجي 1 ستيج، دي الحاجات اللي بتحصل في الجي 1. طيب نجي نشوف هنا شنو الانترافيس. الطور بتاع الاس، الاس كده خلصنا الجي 1، نجي نشوف الاس. الاس بيكون في شنو؟ سينس بيكون فيه شنو؟ بيكون فيه سينسيسيس ستيج اللي هو شنو؟ المرحله بتاعه شنو؟ الريبليكيت بتاع الدي ان اي.
الاس ستيج بيحصل دي ان ايه اذا كوبيت اور ريبليكيت، بيحصل استنساخ للدي ان ايه ده الاوريجين للدي ان ايه ده، بتكون بيحصل له استنساخ بيعمل اتنين تو ايدنتيكال كوبيت اوف دي ان ايه، بدل واحد بيكون دبل، والاثنين بيحملوا نفس الصفات بتاعه الاول. اوكي كده عرفنا الدي 1 وعرفنا شنو الاس، هو مرحله السينثيسيس بتاع شنو سينثيسيس ستيج، هي مرحله بتاعه صناعه بتاع شنو الدي ان ايه ريبليكيشن. طيب نيجي نشوف الانترافيس اللي هو شنو الجي 2 ستيج. الجي 2 ستيج هنا مرحله النمو الثانويه سكند جروث ستيج اوكير افتر دي ان ايه هاز بين كوبيد، دي بتحصل بعد ما يحصل ريبليكيشن لشنو ريبليكيت لشنو للدي ان ايه استنسخه. طيب all cell structural needed for division are made the centriolus، كل المكونات عضيات الخلية والحاجات اللي بتحتاج الخلية للانقسام هي بقت شنو بقت كلها جاهزة شنو، ومن أهم حاجة هي شنو السنتريولس. طيب both organelles and protein are synthesis، كل الأورجانيس العضيات والبروتين بتاع الخلية حصل له شنو synthesis اتصنع. اوكي دي كل الحاجات اللي بتحصل في الجي 2 ستيج، وهو دائما الجي 2 ستيج بيجي بتين بيجي بعد ما يحصل الدي ان اي ريبليكيشن. طيب يلا نيجي نشوف هنا وات هابنز ان انترافيس، في انترافيس بصوره عامه بيحصل شنو. اول حاجه هنا وات